في نفس السياق خرج أطفال واد بن عزة في البليدة في حركة احتجاجية سلمية إلى الطريق العام لمطالبة السلطات الولائية بترحيلهم من الحي الفوضوي الذي صنف من طرف وزارة الصحة كمصدر وباء الكوليرا. وتجدر الإشارة أن أول مصاب بداء الكوليرا في الجزائر كان من هذا الحي الفوضوي. التغطية لعادل شوشو. الحجاج في الطريق لاحظت رانا خايفين بزاف من هذا الواد تاع الكوليرا، هم يقولوا في هذا الواد فيه الكوليرا ورانا خايفين بزاف، ولينا كيروحوا ليك ولات معنا خافوا بزاف، ولاو الشيوخة يا ما يخلوناش حتى نجاوبوا على الأسئلة، ينقصونا في النقط ما يهضروش معنا، ولاو حتى الزراري ولاو كاع ما يهضروا معنا، ولينا خايفين ولينا تغضنا عمرنا ولينا نبكوا، ما صبناش وين نلعبوا، ما خلاص ما صبناش الامل، لاخاطش انا نقولوا للوالي والسلطات المحليه باه يعطونا السكنه، لاخاطش انا خايفين بزاف، ولاو الكلاب حاشاكم الطوالب الفيران ولا نخافوا يدخلونا للديورة، حتى الحشرات هذيك السامه تدخل لنا، ولينا نخافوا بزاف، ولينا حتى نغلقوا البيبان سخانه بزاف في الشتاء، البروده تدخل لنا القطره تاع الماء من الداخل، ولا يدخل لنا غير هذيك الخطره تخلي لنا حتى الواد في الديور ما صبناش وين نباتوا، ولا نخرجوا للشوارع. انا البارح طردوني ملي كنت، قالوا لي ما تدخليش، قالوا لي حاجه حسبوا فيا الكوليرا، خرجوني قام اللي كنت، قالوا لي عاودوا بلي للدار، رحت قلت لماما وبديت نبكي.